رأيك في هذا الفيلم؟ أنا عارف أن حضرتك ما شفتوش، بس ما كتب وما نشر عنه، هل هذا الفيلم من وجهة نظرك بيمس قدسية شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، وأنا ما أقدرش أتكلم عن الفيلم طالما احنا بنتكلم بشكل عام، لكن انا اقدر اقول بس في يعني نقطتين مهمين جدا، انه تقديم الانبياء والرسل في السينما سواء العالميه والمحليه ده تم منذ سنوات طويله جدا وسوف يستمر. يعني عايز تقول انه محدش سمع صوت الازهر؟ يعني هقول بس حضرتك حاجه، يعني اكثر من 300 فيلم قدموا عن السيد المسيح عليه السلام، أشهرهم فيلم الإغواء الأخير للمسيح لمارتن سكورسيزي، وفيلم ميل جيبسون ألام المسيح، وبعدين قدموا فيلم عن سيسيل ديميل، عمل فيلم عن سيدنا موسى اللي هو الوصايا العشر، ده من أكتر من 60 سنة، وفي فيلم نوح اللي اتعمل اللي عمله راسل كرو. إذن هذه الأعمال تتم وسوف تتم حتى لو رفض الأزهر. كل بيحصل أن العالم كله يرى هذه الأفلام سواء بالسينما أو على اليوتيوب أو على الصونات. نمرة 2، أنه لا يوجد عمل فني يستطيع أن يهز صورة دين عند أتباع هذه الديانة. يعني لا، ما كان في فيلم مثلا، كان في فيلم اللي هو المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام. أيوه. ده مش عمل فني، ده فيلم ولم يلتفت إليه أحد إلا بعد أن قامت الثورات، لأن هو فيلم تافه ورديء جدا ولا يرى حتى، واللي عمل له واللي عمل له شهرة وضجة هو الثورة اللي حصلت على الفيلم. نمرة 3، يعني منع الأفلام، وكأن أنا بقول أن أنا عملت اللي عليا والباقي على ربنا، ده لا هيمنع تقديم هذه الأعمال، ولا هذه الأعمال سوف تؤثر في أن الناس تخش الإسلام أو تخرج. أيوة، بس الإسلام ممكن تأثر في المجتمع أنها تزيد حدة الاحتقان. يعني النهاردة أنا بقدم فيلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدون مثلا يعني ما يظهر الممثل صاحب هذه الشخصية، وبعد 2-3 اتشجع ولا يجي مثلا سين او صاد من الممثلين يقوم بدور الرسول. وحضرتك اتعمل قدمت اعمال دراميه عربيه، مسلسل يوسف الصديق ده، بس برضو عملته ايران. ما انا هقولك بس يوسف الصديق ومريم وعمر بن الخطاب. لو عمر بن الخطاب، انا يعني من اشد المحبين للفاروق عمر، بلك هذا الرجل العادل الذي قال عن حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، اتعمل مسلسل. هذا المسلسل لما اتعمل ورغم منع الأزهر، المسلسل اتعرض والناس كلها شافته، عايز اقول ان هذا المسلسل لم يجرح احد ولم يطعن في اسلام احد، ولكن زاد حب الناس لهذه الشخصية، لأن المعروف أن السينما أخطر وسيلة. يعني لما أنا أسمع حكاية في كتاب يقول عدل عمر أن الست اللي كانت بتعمل مية مغلية فيروح هو يشيل ويعفر نفسه بالدقيق، غير ما تشوفه في السينما، يعني تأثيره بيبقى مضاعف.